ايه رأيكم بقى في الغريبة النهاردة عندي جيجي؟ حاجة تانية خالص مختلفة، كل الحصري هنا وبس من مطبخ جيجي على قد ايدي. تعالوا اوريكم النعومة كمان بتاعت الغريبة، مش شكل وبس، نعومة كمان. تعالوا كده نشوف مع بعض. عايزين تعرفوا انا عملت الغريبة دي ازاي؟ تعالوا ونشوف مع بعض المقادير والطريقة. اتمنى تحطولي لايك. تعالوا كده نشوف مع بعض النعومة بتاعت الغريبة. شايفين الغريبة بتاعتي؟ بصي شايفة ناعمة معايا ازاي بالشكل ده؟ تمام، يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقة. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ومع جيجي دايما متجمعين. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الغريبه بطريقه سهله جدا جدا جدا. هنعمل كمان النهارده بثلاث مكونات بس، هنعمل احلى غريبه وهنعملها ناعمه ودايبه دوب. طيب اول حاجه، في بس كده تكنيكات كده صغيره قوي عايزاكم تاخدوا بالكم منها علشان تطلع معاكي الغريبه ناجحه. في ناس بتمشي على نفس المقادير وبتنشف معاها في الفرن. ايه السبب؟ ان لما بتدخليها الفرن بتخليها تاخد لون من الارضيه او بتستني عليها شويه، الغريبه بتطلع اكنها نيه، بتيجي تحط ايدك عليها تلاقيها طريه جدا، بس اول ما بتتعرض للهواء بترجع وتنشف تاني وتبقى جميله جدا. كل الحكايه ان احنا بس بنضيع منها ريحه الدقيق جوه الفرن، فخلوا بالكم علشان المحلات والمحلات الكبيره جدا المشهوره بتمشي على نفس التكنيك ده. طيب لو انا ما بحبش الغريبه ناعمه خالص بتدوب، طبعا هي المفروض ان الغريبه تبقى ناعمه، بس في ناس تحبها فيها قرمشه شويه. لو بتحب فيها قرمشه شويه هتعرفي برضو هنعمل ايه، بس انا النهارده هعملها ناعمه زي ما بنجيبها من بره. تعالوا كده نقول مع بعض المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى تحطوا لايك للفيديو. بصوا اول حاجه معايا 4 كوبايات من الدقيق. 4 كوبايات من الدقيق يعني نص كيلو دقيق. انا بستعمل دقيق 5 نجوم، تمام؟ دول هنا اهو، البوله دي فيها 3 كوبايات منخولين ودي كوبايه وبرده نخلها، يبقى كده الكوبايه اللي انا عيرت بيها اللي هي اي كوبايه موجوده في البيت اللي هي ام ايد دي، عارفينها اللي بنعمل فيها الشاي بلبن، تمام؟ الكوبايه دي اللي انا معايره بيها كده، دول 3 كوبايات، وادي الكوبايه يبقى 4 كوبايات من الدقيق. لو انت مش عارفه النص كيلو، لو عارفه النص كيلو هتوزني ال 500 جرام، يبقى معانا ادي نص كيلو دقيق. معايا السمنه، معايا 2 كوباية من السمنه، ونفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق هي اللي مليتها سمنه بالشكل ده، تمام؟ السمنه من الحل من العلبه على طول، يعني لا سيحتها ولا اي حاجه. خدت كده كوبايه، دول دي كوبايه ودي كوبايه تانيه، يبقى كده 2 كوباية. كوبايه حطيتها في الطبق وادي الكوبايه التانيه حطيتها هنا. انا اتعمدت احط في الكوبايه عشان اعاير معاكم. طيب لو عايزه بالجرامات قد ايه سمنه، بنحط 400 جرام من السمنه، ما تستغربيش هي كده عشان تبقى ناعمه معايا خالص. معايا من نفس الكوبايه مليانه سكر بودره، يبقى الثلاث مكونات معايا اهي، كوبايه مليانه على الاخر اهي سكر بودره. الثلاث مكونات يبقى هنقولهم تاني، كوبايه واحده دقيق، كوبايه واحده سكر بودره، 2 كوباية من السمنه، 4 كوبايات من الدقيق. طيب هنحتاج كمان معايا ذره صغيره من الملح، هحط ذره الملح هنا اهو على الدقيق عشان ما انساهاش، ذره صغيره بس بتفرق معايا في الحلويات كتير جدا، محدش ينساها لو سمحت. كمان ممكن تحطي تضيفي فانيليا لو انت عايزه الغريبه بتاعتك بطعم الفانيليا، وممكن كمان اضيف سمنه بلدي. انا معايا ده اسانس سمنه او زبده، تمام؟ ده بطعم زبده بلدي، تمام؟ هحط منه نقطه صغيره قوي عشان تبقى الغريبه بتاعتي بطعم الزبده، ماشي؟ اهو حطيت حبه صغيرين، يعني نص معلقه صغيره مش اكتر. طيب هنبتدي دلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انت مستعمله نوع سمنه ايه؟ انا مستعمله سمنه اسمها سمنه فرن، مش زبده، سمنه، ماشي؟ ممكن تستعملي كريستال او روابي، بس تستعملي البيضه ما تستعمليش الصفرة، تمام؟ علشان ما تصفرش بس معاكي الغريبه تطلع بيضه معاكي وجميله. طيب دلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا مضرب كهرباء، هحط هنا اهو السكر البودره بالشكل ده اللي هي الكوبايه مليانه، وهحط عليها السمنه واخفقهم مع بعض كويس جدا لحد ما اللون يفتح قوي، وبعد كده ارجع لكم تاني عشان ما اعملكوش ازعاج بصوت الخلاط. استنوني.
ادي شكل السمنة بعد ما ضربناها بالسكر. بصي بقت عاملة معايا زي الكريمة ازاي، شايفين؟ انا عايزاها تبقى عاملة كده معايا زي الكريمة. ضربناها بالمضرب الكهربي. طب لو انا ما عنديش مضرب كهربي مش هينفع اعمل غريبة؟ لا هينفع عادي خالص، بس هتفضلي بقى تضربي جامد جدا جدا بالمضرب اليدوي او بايدك، تفضلي تضربي جامد 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 لحد ما تبقى عاملة كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده هيخليها معايا جميلة ومش مكتومة كمان وهشة معايا وزي الفل. طيب بيتحط لها بيكنج باودر؟ لا ما بيتحطش بيكنج باودر خالص. طيب تعالوا بقى نرجع السؤال اللي احنا طرحناه في اول الحلقه، ايه هو؟ ان ازاي تبقى الغريبه بتاعتي ناشفه شويه مش ناعمه قوي، يعني وانا بقطمها احس ان هي كريسبي شويه صغيرين بس بتدوب في البق. طيب اعمل ايه؟ هجيب على الكميه دي صفار بياض، بياض بيضه مش صفار، باكد تاني بياض بيضه، ده لو انت عايزاها مقرمشه شويه. بنشيل الصفار خالص وبناخد البياض بس، بياض واحد بيضه بتقرمش معاكي شويه بس، انما انا عايزاها ناعمه وعايزاها دايبه وعايزاها كل الحاجات دي زي ما بنجيبها من بره. تمام، هنزل بقى بالكميه بتاعتي اللي هو نص كيلو دقيق او 4 كوبايات دقيق منخول، وزي ما قلت انا بستعمل دقيق اللي هو 5 نجوم. عايزه بس ان انا اقلب ذره الملح دي عشان ما تكلكعش معايا اللي احنا حطيناها. تمام، هنزل بقى كده اهو وهنقلب اهو، هنزل كده اهو حبه حبه ونقلب لحد لما نضيع خالص الدقيق ونخليها عجينة معايا ناعمة جدا ما بيتحطش اي سوائل ولا لبن ولا اي حاجة، هما الـ3 مكونات بس. هنزل بقى كمية الدقيق ومش بندعك، بنلم كده بايدينا نلمها كده كويس جدا، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. استنوني. بصوا بقى كده هي لمت معايا بس خدت مني 2 كوباية تاني دقيق، ماشي؟ وانا هكتب لكم في صندوق الوصف برضو علشان ايه، هي كده داخله في 1.25 كيلو، يعني خدت مني 1.25 كيلو عشان تلم معايا بالشكل ده. إيه انت بقى افضلي حطي في الدقيق لحد ما تلم معاكي، ماشي؟ كل دقيق بيختلف عن النوع اللي قبله، يعني انا كنت عاملاها قبل كده كانت واخده مني الـ4 كوبايات، لا نوع الدقيق ده طلع احلى وافخم كمان، ان هو بيبقى عايز دقيق اكتر مش بيبقى عايز سوائل اكتر، يعني ده هيبقى افضل على فكره. فكده خد مني كمان 2 دقايق، ما نطرش مني المواد الدهنيه بالعكس شربها، وكان عايز دقيق كمان اكتر زي ما انتم شايفين كده اهو. بس في بقى حاجه انا بحب احطها بتديني نعومه اكتر وبتديني كمان طعم حلو قوي، معايا كمان معلقه كبيره مليانه من النشا. تمام، دي اخر حاجه بحطها وبلم بيها، معلقة كبيرة من النشا، ماشي؟ معلقة النشا دي هتنشف معايا؟ لا مش هتنشف معايا ولا أي حاجة. تمام، هقلب بقى كويس قوي 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 وادخل معلقه النشا دي، بتخلي كمان الدقيق كمان معايا احلى واحلى. هقلبها كويس قوي وارجع لكم تاني، استنوني. ادي العجينه بتاعتنا بتاعت الغريبه، تعالوا كده نشوف. بصوا بصوا شكلها عامل ازاي، ان شاء الله ناجحه معاكي ولازم تلم معاكي كده. لو خدت اكتر من 2 كوباية دقيق مفيش مشكله خالص، ما تقلقيش، مش السكر مش هيبقى قليل ولا اي حاجه ولا اي حاجه، ما تقلقيش خالص. انا اصلا كمان المقادير دي ممكن اعملها على 1 كيلو دقيق، يعني انت لو عايزه تشتغلي على 1 كيلو دقيق اشتغلي 1 كيلو دقيق عليه 400 جرام من السمنه، عليه 1 كوباية كبيرة مليانه من السكر او 1.25 كوباية من السكر. تمام، فانا مديه لنفسي مساحه بزياده عشان قلت ايه، لو الدنيا عايزه دقيق تاني مفيش مشكله خالص. تمام، احنا اللي نتحكم في الدقيق نزوده بدل ما نزوده وبعد كده ما نعرفش نزود السوائل. طيب انا هكتب لكم برده في صندوق الوصف 750 جرام يعني 1.25 كيلو، وهكتب برده نقابل للزياده، ماشي؟ بصوا كمان مزوده معايا الكميه وتمام التمام وناعمه معايا، دي اهم حاجه ان هي مش خشنه ولا مشققه. طيب تعالوا بقى النهارده بقى هنبدع بقى في الغريبه بتاعت جيجي دي. بصوا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد حبه هنعملهم غريبه بالكاكاو، بالكاكاو دي بقى كانها غريبه بالشوكولاته، دي بقى بتبقى غاليه جدا كمان. معايا هنا معلقه كبيره من الكاكاو، بستعمل كاكاو ايه؟ بستعمل كاكاو اسباني. تمام، دي معلقه كده كبيره من الكاكاو، بس ما ينفعش احط عليها الغريبه على طول، لا بجيب معاها معلقه كبيره من السمنه بالشكل ده. تمام، هدوب الكاكاو مع السمنه علشان العجينه ما تنشفش معايا، هخليه كده يتحول معايا زي ما تقولي ايه شوكولاته كده اهو. تمام، بالشكل ده هفضل كده اهو اقلب فيه لحد لما ايه اخليه كله يتجانس معايا ويبقى لونه
بالشكل اللي انت شايفيه جوه ده، ماشي؟ هقلبه وارجع لكم تاني. بصوا بقى كده اهو، بعد ما دوبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا ما حطيتش اي حاجه غير ان انا قعدت اقلب فيها وادوب فيها كده اهو بالشكل ده، زي اكنها بقت شوكولاته معايا. طيب هاخد بقى قطعه كده، هقطع كده حته بايدي ماشي، واحطها هنا اهو من العجين بالشكل ده عشان تبقى معايا دي الغريبه اللي بالشوكولاته، وبرده هنقلبها كويس جدا ماشي. هستعمل بقى ايدي واقلبها كويس قوي وارجع لكم تاني. ادي اللي عملتها هي بالكاكاو زي ما انتم شايفين كده اهو، بعد ما دعكتها كويس جدا، برضو الملمس بتاعها شايفين ناعم ازاي زي ما انتم شايفين، هتعجبكم جدا في النهايه. تعالوا برضو هاخد هنا اهو، هاخد برضو سنه صغيره من برضو حته كده صغيره من العجينه بتاعتي بتاعت الغريبه، تمام؟ هي الحته دي كده حلوه، هحط عليها شويه صغيرين من لون اللي هو الغذائي المصرح بيه من وزاره الصحه. عندك الوان جيل؟ تمام. عندك الوان بودره بس اللي هي النوع النظيف؟ على فكره في الوان بودره اغلى بكتير من الوان الجيل، ودي انا بجيبها وبستعملها ماشي. اهي هاخد منها، بصي على طرف المعلقه كده اهو، هاخد كده سنه صغيره وهقلبهم. انا خدت لون ايه؟ خدت لون اصفر ماشي. تقدري تحطي لون احمر، تقدري تحطي لون اخضر، تقدري تحطي اي لون، بس انا شايفه ان الاصفر مناسب اكتر، يعني تحسي كده اما اقلبها هتحسي كده باللون بتاعها، يعني اكنها كمان غنيه كده، اكننا يعني خدعه ان احنا عاملين مثلا غريبه بالبيض كده، فاهمين قصدي؟ باللون بتاع الاصفر الجميل ده. هقلبها برده كويس وارجع لكم تاني، استنوني. وادي الصفرة معانا اهي زي ما انتم شايفين، برضو امسك لكم كده حته، بصوا ناعمه ودايبه معايا ازاي بالشكل الجميل ده، تمام. معانا كده اللي بالشوكولاته، ومعانا اللي هي بالكاكاو يعني، ومعايا الصفرة دي، ومعايا كمان اللي هي البيضه. تعالوا بقى نفنن النهارده وهنعمل احلى تشكيله غريبه، ولا تقولي لي بقى اي حته، لا تقولي لي العبد ولا تقولي لي سبينس، اتسيب بس. تعالوا بقى نشوف كده النهارده هنشكل كمان ازاي باشكال جديده ومبدعين فيها جدا جدا، يلا بينا. بصوا بقى اول حاجه كده اهو، عشان مش عايزه تبقى الامور كده صعبه عليكم ولا حاجه ماشي، هاخد كده من الغريبه بتاعتي، يستحسن يعني تعمليها في حجم البندقيه، في حجم البندقيه علشان ايه؟ تبقى صغيره كده ما تبقاش كبيره، وندوس عليها كده دوسه صغيره قوي بالشكل ده، تمام. ونحطها كده اهو، طبعا انت لو عايزه تعملي اكبر براحتك يعني ما تقلقيش، بس هي مش هتفرش في الفرن ان شاء الله ولا اي حاجه، يعني هتطلع بنفس الحجم بس عاليه شويه صغيرين. اهي بصي بدوس بس عليها كده دوسه بالشكل ده ونخليهم كده اهو. طيب هعمل كده صاج كده بالابيض، وهعمل تاني صاج تاني بالشوكولاته، تمام، بالشكل ده اهو. هعمل صاج تاني، طبعا هيبقى في صاج تاني، وهعمل صاج تاني برضو من اللي هو الاصفر ده، تمام. كل واحده في صاج، وبعد كده نرجع مع بعض، بس دوسي عليها كده اهو لما تيجي تنزليها، وبرضو دي ندوس عليها كده اهو، تمام. وبعد ما اخلص كله هرجع لكم بقى عشان اوريكم اسهل طريقه بقى للتزويق بتاع الغريبه بطريقه سهله جدا. طبعا لو ما عندكيش تزويق سوي على كده على طول، استنوا عشان لسه هقول لكم درجه حراره الفرن والتزويق هيبقى ازاي، استنوني. تعالوا بقى بعد ما عملت الثلاث صواني، ادي صينيه اهي من اللي هو الساده اللي هو كان عادي خالص، وادي صاج اهو كمان من الاصفر، وعملت الصاج كمان اللي هو بالكاكاو اللي هو بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف كده هنزوقهم ازاي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصي انا محضره معايا ايه، بصي يا ستي، معايا هنا لوز، معايا كاجو، معايا هنا اهو ده اللي هو كريز، معايا ده مشمشيه، عارفين المشمشيه اللي هي مع القراصيه والتين دي، مقطعاها كده بالسكينه، معايا لوز، معايا لو ما عندكيش اي حاجه من دي سوداني، تمام. دي شوكولاته شيبس، شوكولاته شيبس بس ما بتسيحش في الفرن. لو ما فيش برضو كل الحاجات دي، بصي بخمسة جنيه شيكي بوم هنغرق الدنيا يعني، بصي ما فيش مع جيجي اي مستحيل. تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عندك سوداني هنحط السودانيه بالشكل ده كده اهو، تمام، اهي كده اهو. طيب تعالوا بقى نشوف كده اهو، ادي اللي احنا هنزوقه بالايه، بالكريز. طبعا الغريبية صغيرة فانا بقطع الكريزة زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بقى، طب الحاجات دي مش هتبوظ في الفرن يا جيجي؟ لا مش هتبوظ ولا اي حاجة، ما تقلقيش خالص. دي اللي هي المشمش، ليه مش هتبوظ ولا اي حاجة؟ بصوا الشوكولاتة شيبس دي ممكن نحط كده اهو واحدتين، بصوا كده معايا اهو بالشكل ده، نحط كده مثلا اهو، بصي هنحط كده
تمام. ودي زي ما قلت لك مش هتسيح في الفرن ولا حاجه. كنت بقول لكم ايه، هتدخل الفرن دلوقتي على درجه حراره كام؟ هتدخل الفرن على درجه حراره 180 لمده قد ايه؟ لمده 7 دقايق، مش اكتر من كده. ماشي، دي واحده كيجو اهي، تمام بالشكل ده. حط واحده فستق اهو، هكسرها برضو نصين بالشكل ده. ادي فستق اهي. طبعا انا ايه هكمل ده، وبرضو ايه لو ما عندكيش وعندك الشيك بوم ممكن نحط من الشيك بوم ده كده اهو، تمام اهو بالشكل ده. وادي الالوان بتاعته اهي، يعني بصي مش هتغلبي، هنطلع احلى تشكيله. ده كده بالنسبه للي هو ده. تعالوا نجيب كده الملون برضو اللي هو الاصفر. بس الاصفر انا ممكن احط فيه لوزه بالشكل ده، هتديني شكل حلو قوي. ممكن برضو ندخل فيه الكريز، تمام. انت بقى فنيني اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، فنيني انت بقى، تمام. تعالى اوريكي كمان اللي هو بالشوكولاته. اوعي كده يا وعد، هاتي بس كده. بصي بقى ده ممكن بقى الحاجات كلها، الفواتح كده اهو سودانيه، تمام. ممكن كمان نحط واحده من الفاكهه المجففه دي، ممكن نحط اللي هو الشيكي بوم، نحط اللون الابيض ده. بصي هينطق معايا قوي اللون الابيض اهو بالشكل ده كده اهو، تمام اهو. ووعد بتقولي خدي البينك، ادي البينك، دخلوا ولادكوا يعملوا معاكوا يسلوا برضو نفسهم. ده فستق هيبقى حلو قوي قوي. هندخله الفرن، مش هيقعد زي ما قلت لك من 5 ل7 دقائق، 180 درجه، ما بياخدش اي لون، على الرف مش من تحت. اول ما يطلع هوريكوا بقى شكله، استنوني. ايه رايكم بقى في شكل الغريبه بتاعتنا؟ تعالوا بقى ندخلها الفرن ووريكوا شكلها بعد ما هندخلها الفرن وتطلع. يلا بينا. بصوا كده انا لسه مطلعاهم الفرن دلوقتي حالا، تمام، لسه اهو خارج من الفرن. بصي بقى اما اجي اضغط عليها كده هلاقيها بصي طريه خالص معايا، ما تقلقيش، اوعي تسيبيها تاني في الفرن. لو سبتيها تاني بصي لسه تحسي ان هي نيه، بس هي كده خلاص استوت معايا، تمام. طلعيها اول ما تبرد هتمسك معاكي وما تحركهاش خالص من الصاج، سيبيها كده جوه الصاج، وبعد كده نسيبها بس لمده ربع ساعه، وبعد كده هنبتدي ان احنا نحركها مع بعض، تمام. وايه رايكم بقى في الابهار ده؟ ابهار ده بقى ولا مش ابهار؟ ابهرتكوا ولا مش ابهرتكوا؟ شايفين، شايفين الالوان الحلوه؟ تعالوا بقى كمان اوريكم النعومه عامله ازاي. بصوا انا رصيت كده، ده كده كله كده كذا لون مع بعض في نفس الطبق، وده عملته كده زي اصفوف اصفوف اصفوف، حاجه كده دايبه، حاجه ناعمه جدا. تعالوا كده نشوف كمان النعومه بتاعتها عامله ازاي. تعالوا كده اهو، بصوا عشان ما بوصل الرصه الحلوه دي انا خليت كام واحده كده على جنب عشان افتحها لكم. شايفه؟ بصي اول ما بدوس عليها بصي ناعمه معايا ازاي، شايفين؟ بصي الغريبه دايبه وناعمه، مش ناشفه خالص، بتدوب اول ما بدوس عليها. بصي ناعمه معايا ازاي، حاجه كده جميله جدا جدا. اهم حاجه استني عليها لما تبرد، ما تحركهاش عشان ما تتكسرش منك. بصي ما بتاخدش اي لون، بصي بيضه من تحت ازاي وبيضه من فوق ازاي، شايفه؟ بصي كمان ادي الالوان اهي، بصي ما فيش اي لون، ما بتاخدش برضو. اوريكم الصفرة، بصي بصي ناعمه معايا ازاي زي ما انتم شايفين كده اهو. وادي كمان اللي بالشوكولاته، بصوا ناعمه برضو خالص ازاي، بصوا دايبه ازاي اهي، تمام. وبرضو ما بتاخدش اي لون، طعمها حلو جدا جدا، هتعجبكم جدا، هتشرفك قدام ضيوفك. كمان مش عايزاكي تشتري اي حاجه من بره، هعلمك، يعني هعلمك كل حاجه ان شاء الله باذن الله بمقادير مظبوطه، مش هنبوظ اي حاجه ولا هنرمي اي حاجه. وثقتكم دي غاليه عليا جدا جدا، ربنا عالم انا بعمل الحاجات دي ازاي ومن جوايا، والله العظيم الف نار. بس انا عامله عشان خاطر، يعني عشان خاطركم انتوا، مش عامله عشان خاطر اي حد تاني، لان انتوا طلبتوا مني وثقتكم الغاليه دي غاليه عليا طبعا. صدقوني انا مش حاسه باي حاجه حلوه من الحاجات دي غير لما بشوف الكومنتات بتاعتكم والتعليقات الجميله اللي دايما بتشجعني. اتمنى تحطوا لي لايك للفيديو، وان شاء الله باذن الله استنوني في ابهار جديد، ورمضانك ما يحلاش غير مع جيجي، وكمان العيد ما يحلاش غير مع جيجي. وان شاء الله باذن الله اشوفكم بقى في فيديو جديد، ولسه الإبهار مستمر. مع السلامة.